السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبتكم في الطبيعه وغنتحدث معكم وغنهضر معكم في الطبيعه الغزاله. تفوجوا معايا حتى نتوما. بغيت نهضر معكم على قبل الفيديو اللي حطيت البارح. البارح شي اخوات صيفطوا ليا قالوا لي يا سعيده اختي انت انسانه طيبه، بعدي من هذا الشيء، خليك في الطياب. الله يجازيكم بخير والحمد لله. اللهم لك الحمد والحمد لله على هذه النعمه اللي الانسان كيشوف فيك ديك الطيبوبه. هذا راه فضل من عند الله سبحانه وتعالى. ما فراسي والو. قالت لي السيده الله يجازيها بخير، صيفطت لي قالت لي دخلي لهاد القناه، ما عقلتش كاع على سميتها. المهم كسبتها دخلت ليها، كنلقاهم كيهضروا على هاد المواد ديال 5 دراهم. بقيت كنشوف كنقول اوه الكره كيفاش كيتصاوبوا، بقيت زعما اتفرج فيه من الاول حتى الاخر. بكل صراحه انا باش نكون واضحه معكم، انا ما كناخذش المواد الغذائيه، كناخذش المواد الغذائيه من دوك المحلات. نقدر نقول لكم كناخذ بلاستيك، كناخدو فحال السوبيرات، فحال الحويجات كاع ديال البلاستيك، كناخد الزاج. دابا كيفاش انايا داك المحل ما كنتش كنعرفو، اول مره غادي نمشي ليه. كيف ما شفتو في القناه الاولى اللي كانت مشات ليا، كنت حطيت واحد الفيديو ديال المعنات وداك الشيء، تبارك الله كان يعني تشاف بزاف. يعني قلت وحتى السيد اللي كنمشي كنستاشر معاه وداك الشيء، واحد الولد صاحب ولدي الله يجازيه بخير، حتى هو قال لي يا خالتي ما تبقايش ديري غير الطياب، هو تبارك الله قاري على هادشي ديال اليوتيوب، انا مبتدئه باقا خصكم باقا ما كتعرف والو. قال لي بدي ديري شويه لي فلوغ على برا على هادي. قلت له ما كاين حتى شي مشكل، اصلا راه فيت مني حطيت محل ديال المعنات وبزاف الناس عجبهم داك المحل وقالوا لي فين، وعاود رجعت ليه وصورت وخديت السميه وعاود دخلت لصندوق الوصف وكتبت العنوان بالضبط ديال داك المحل. للاسف ملي مشات القناه قلت في نفس سميتو غنعاودو في هاد القناه هادي. واحد السيده قالت لي شوفي يا سعيده راه كاين واحد المحل زوين في 17. مشيت ليه وزعما عرفتي نقول لك راه لقيتو عامر، ولقيت اللي مشيت ليه واخا مشيت انايا ما عرفتش ما عقلتش واش السبت ولا الحد هذاك فاش مشيت، يعني مشيت في الوقيته ديال اونتر ميدي دو بحال هكايا، ديك الوحده بحال هكايا. ورغم ذلك مع الوحده والسيده قالت لي راه ما عامرش بزاف، راه كيعمر اكثر من هكا يعني، وكان عامر يعني عليه واحد الاقبال كارثي. نيت ملي شفت داك الشيء وسمعت داك الشيء، راه فعلا كارثه. ولكن في نفس الوقت ملي كتخدموا المنطق، وانا ما غنبحث في هذا الشيء وغادي نسول بزاف الناس كيعرفوا لهذا الشيء، اللي عندهم مع مواد كوزميتيك، عندهم مع مواد اليمونتير، عندهم غادي نسول ان شاء الله على قبل. بحال دابا نعطيكم مثال، بحال مطيشه، ديك مطيشه اولا ولا ما عرفتش شنو سميتها الا شفتوها في الفيديو، هذيك كتباع غاليه عندنا، ونفس الاسم نفس الشركه. نقدروا نقولوا بدلوا لاداس، نقدروا نقولوا بيريمي وبدلوا لاداس، راه ممكن ناخذوها في اي بلاصه مبدله لاداس وما نديو ما نجيبو. واش اش ضمننا حنايا بعد البلايص كناخذوا الحاجه راه 100%. يعني كاين واحد التساؤلات كثيره وانا كيعجبني نعرف، كنبغي نعرف وغادي نسول وغادي نبحث باش نعرف فين كاين المشكل. يعني شركات معروفين ماشي شركات وهميين، لحقاش فعلا بحال دابا المكياج ممكن يكونوا شركات وهميين، ممكن البلاستيك. كاين واحد الاخت كتبت لي على البلاستيك راه كيديروا ليهم الغوسيكلاج، كيعاودوا يذوبوا الميكا وديك الميكا الخايبه ويخدموا بها. المهم الله اعلم. البلاستيك بحال السوبر داك الشيء كان الزاج، ومازال غادي نشارك معكم ان شاء الله داك الشيء اللي خديت غادي نشاركوا معكم. بنتي سالات الكوغ، نقص عليكم الهضره شويه ونوريكم الكوغ اللي كدير بنتي راه بروفيسيونيل. ندور الكاميرا
المهم كيف قلت لكم ان شاء الله انا غادي، انا غير سبقت هذا الفيديو، بغيت نهضر معكم على هذه المواد هذه. ان شاء الله غنديكم المحل اللي كنت صورت فيه في القناه الاولى، حيت بزاف الاخوات كانوا يسولوني على داك الفيديو وباقيين كيسولوا شي وحدين اللي كنعرف. غنعاود نمشي ليه ان شاء الله، نمشي المحل ديال الماء لا غير. وكنعتذر انا ما كنتش عارفه، وكيف ما قلت لكم راني ضروري ان شاء الله غادي نبحث وغادي نسول في هذا الشيء هذا. كيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي نشارك معكم داكشي اللي خديت، المويعنات ديك السويبيرات، واحد الطويسات ديال الزاج خديتهم على قبل رمضان، وكايا للرايب من غير ماشي غير الرايب، ممكن نديرو فيهم حتى الديسير بحال هكا بالغطاوات ديالهم، كنحطوهم هكايا في الثلاجه مغطيين ما ياخذوش لينا الريحه ديال الثلاجه. غنصور معكم بزاف د الحوايج خديتهم المهم نصور معكم بزاف ديال الحوايج خديتهم حتى من المحل اللي مشيت ليه لتماره، و يعني كاع داكشي اللي شريت ان شاء الله غادي نشاركو معكم. وان شاء الله الله يحفظنا من شر الخلق والله يبعد علينا ولاد الحرب. الشاف يوسف ها هو في الكوزينه ديال كلوب رياض. اشنو كدير الشاف؟ كتصاوب كراميل. كتصاوب كراميل؟ اه علاش بغيتي؟ فين هي الدكيكه؟ فران. شنو شنو كدير دابا تما؟ نصيب كراميل. شنو درتي الزبده؟ اه. شحال ديال الزبده درتي؟ ما عنديش عبار. ما عندكش عبار؟ واخا سيدي. اييه. ما هنا فين تعرفي مجهد. حتى السكر تا هو عينك ميزانك. انا نديرو كامل في جوج قرصان كامل. المهم نص جبانيه. شحال درتي ديال الحليب؟ ما كاينش العبار. ما كاينش العبار حتى هو. ما كندير حتى حاجه فيها العبار. تيبان لي داكشي تكاع عاد كهبط. دابا ملي هي برد عاد هي هذاك اللون ديالو غيعقد. سبوكي كوكو. واخا مفرقة من بيض دافية. سبوكي. شافونا بداو كيجري وهربوا مساكن. لا لا خليها خليها لك، راه حل عليهم الباب بعدا. ها ماما هادو من هاد لاغاسين ما كتكبرش. ما كيكبروش هادو في الدار. عرفتي راه كانوا عندها بزاف، راه قتلهم ليها وقيله ليو. وربي شي واحد حيد حيد وربي شي واحد. وينو وينو غيتي؟ شوف شوف كيف تصغي كرين هربانين ساكن. اويلي جيجي غنحاول نعطيه ياكل. اجي ضربني تندور. شوف الراج يلا يلا برزو خايف خايف. وينو وينو شو كيف مخبين ساكن ورا ماماواتهم. خرجوا اجي واجي واجي والله ما ندير لكم شي حاجه مساكن. ما تقربيش لهم بزاف ولا يهربوا يدخلوا يهربوا. حيد 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 خلينا نشدهم. خيتو 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 راهو بصح دابا باهم.
باباهم ولا ماماهم؟ باباهم، وهذيك الكبيرة فيهم شوية اللي كاينة تما هي ماماهم. آه. هما جابوهم هي تكرمت ولدهم. آه ولدهم. عامرين كلهم تبن. ماما كيقولوا نحن في النسخة. ياك. علاش كيعمروا ريوسهم تبن؟ شوفي غيهرب غيهرب غيهرب. يعني دابا هادو اللي ولدت العام اللي فات، هادو ولدت العام الاول بعيد كبير عليه العام دابا. اه وقولوا معاه واللي اللي كلات يلا ولدتهم هاد السيمانه. هاد السيمانه راه باقي جنتها عامره، يعني عام كتخليهم وعام كتاكلهم. سبحان الله شاد العجب. ومولا هذا انا ملي جيت، اه انا ما كذبش عليك، ملي جيت هو كلام قال لي عبد جيران نقولوا له بنتي اش غتقول له بنتي خلي هادشي. هاد الحجيلة هاد الحجيلة كوكو مكفر يا عزيز. شو راسي حلو فوق؟ اه شفتو 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 انا شديتك سبوكي كوكو مزنفر. دوره 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 عندي ولا لا مشى. اه دوره دوره اوريجينال لسانه ازرق يكون هذا الشيء. ايه لسانك حل. اه هذا الشيء مش كاع مش اوريجينال. سبحان الله العظيم حشينا كان لسانه احمر ماشي كيعجبهم يلعبوا. هذا راه حاولي نذبحوه في العيد. هذا مش دار بهم غليوض ما قدرت يدخل. شو باغي يلعب معاه؟ راه باغي يلعب معاه وقيله. ايوا ولكن سبوكي براش كيزقمنا في اللعب ديال البراش. تبي ساكت والله حتى كيعب سبوكي. مال هذا؟ هذا دابا ذكر ولا نتوا؟ ها ماعرفتش كامل مزغل. سي 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 المهم البنات درت معكم جوله في هذا النهار هذا اللي خرج فيه الكلوب، وكنت بغيت نهضر معكم على المحل اللي كنت مشيت ليه ديال 5 دراهم. وقلت باش ما يكونش الفيديو ممل خارجه كنت غادي نديرو الصراحه الفيديو غير في الدار، وصدقت دايراه في الكلوب من الاحسن باش ما يكونش ممل. والاكله اللي صاوب ولدي ها هي جابها مع الدار، كذب عليهم عطاهم شويه شويه ودار فيها الكريم شونتيه لالا، ودار فيها داك الكراميل هو الفوقاني اللي صاوب. نتمنى ما نكونش ثقلت على قلوبكم وخليتكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.